يسعد اوقاتكم. بهالفيديو راح احكي على مبدأ تتدرب عليه لتطلع معك اغنية كاملة برتم ايقاعي لشباب طبعا بالمرحلة المبتدئة. كيف انا بدي اربط الاغنية وكيف بدي افهم ريشة الايقاعي. هلا اول شغلة انا بفهم الايقاع، ريشة الايقاع، بعدين الايقاعات مثلا الشعبي او العربي هي عبارة عن جمل ممكن تكون مكررة، بس ده بالاغاني اللي بتشوفها انت كوبليهاتها مكررة او حروفها مكررة، يعني بتألف من 4 جمل او 3 جمل. الاغاني البسيطة بنسميها هي عبارة عن جمل تفعيلات مكررة، بتغير الحرف لكن تفعيلة ثابتة. عندي مثال اليوم، اغنية لمينا بشكي غرامك من مقام البيات وايقاع العربي. الاغنية رح اخذها من مقام بياتي درجة الري، ري مي سو بيمول فا صول لا سي بيمول دو ري. طبعا العود مخفض عندي بعد كامل، يعني ري انت عم تسمعها دو، الري بساويها دو، واللا صول والفا مي بيمول تمام، والدو سي بيمول، والصول فا، واخر وتر اذا عندك يا انت كمان مي بيمول. هي بكون منزل انا بعد كامل يعني 392 تمام. بهالاغنيه رح نفذ على بعد كامل نازل دوزان لود. بتبدا اول جمله لمين بشكي غرامك، انا بجزئها لجزئين. اول جزئيه حروفها لا 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 صول فا، لا 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 صول فا. هالجزئية بدي ساوي عليها ريشة إيقاعية وربط، أربط الجملة ربط، بصير على النحو التالي ضمن إيقاع العربي البسيط. هذا هو هذا الإيقاع. ريشته صد صد رد، رح ساوي تا 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 صد صدرت صد صدرت. بيجي على أول جملة لا 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 صول فا، إيقاع أوكي. مجرد ما حفظنا أول جملة وتفعيلتها مشت الأغنية كلها مربوطة إيقاعيا. انتبهنا الفكرة؟ أول جملة هي بتمسك لي وزن كل الأغنية بالأغاني اللي حكينا إنه الشعبية المكررة، المكررة تفعيلاتها مكررة. يعني عندي مثلا لا 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 صول فا تفعيلتها، الجملة الثانية صول لا 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 ري نفس المبدأ، يعني أول واحدة تاني نفسها لا 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 صول فا، لكن أنا شو عم ساوي؟ عم زود بعض ضربات الريشة على لا. انتبهنا كيف؟ هي على لا اللي هو إيقاع. برجع على جملة لا 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 صول فا، مساوي الجملة الثانية مثل كأنه جواب عليها. صارت الجملة الأولى والثانية أنا مسكت بها الجملتين إيقاع منه بمشي بالأغنية كاملة. بيجي على الجملة بعدها صل 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 فامي، خلاص أنا حفظت أول تفعيلة، في حال ضيعتها برجع بعيدها. أنا بحفظ تفعيلة واحدة اللي هي مثلا أول جملة، حط الجملة الثالثة صل 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 فامي نفس المبدأ. انتبهنا كيف؟ صل 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 فامي، فا صل 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 ري. صارت الجملة الثالثة والرابعة
كلهم مع بعضهم بطيئات. خلاص انا حفظت اول تفعيله والثانية مشيت الحكاية معي. بيجي على الجملة الثالثة لما تجي ما تسلم. هلا انا عندي سي لا صول فا فا مي وعندي تفعيل حفظتها اللي هي تبع اول جملة سي لا صول فا فا مي نفس التفعيلة. سي لا صول فا فا مي ري مي فا مي ري دو ري مي فا مي ري دو. الجملة الأخيرة نفس المبدأ صول فا مي مي ري ري بتصير نفس الريشة على أول جملة بنفذها. صول فا مي مي ري ري تبعنا كيف الجملة صارت مشبوكة ببعضها. صارت الأغنية كلها مشبوكة ببعضها من أولها thank you.